أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ الأخ سوداني مقيم بجدة: هل ورد أن السلف كانوا يحتفلون عند دخول رمضان؟ وما المشروع عند دخول أول ليلة من هذا الشهر الفضيل؟ المشروع الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. يدعو، هذا ما يسمى بالاستهلال. أنا صلى الله عليه وسلم يدعو عند رؤية الهلال. والمشروع استقبال رمضان بالفرح والسرور والاغتباط، وصلاة التراويح في ليالي رمضان، والإكثار من تلاوة القرآن، الإكثار من التوبة والاستغفار، شغل الوقت بطاعة الله. هذا المشروع في رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة. نعم.